الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. الشمس العشية مهيلة غيب الله رفقا، هيا شبابية حساسة تاني في القلب الشوقة. السلام عليكم، معكم أمل سرنان، 23 عام، عندي ليسانس اون ايكونومي اون ميم طون كنلعب كورة، بالمساندة بيان سور ديال لا فامي ديالي وديال الأصدقاء ديالي. من صغري ملي كنت صغيرة وأنا كنلعب كورة، ملي كان عندي 12 عام كنلعب مع خوتي، حيت كانوا جوج دراري قبل مني، دونك كنخرج نلعب معاهم ديما في الزنقة في الشارع. الأب ديالي من الناس اللي كيشجعوا كرة، واللي ديما اللي هو اللي داني زعما النهار الاول، هو اللي كانت عنده الفكره انني نلعب مع فريق الدفاع الحسني الجديد. بيان سور ماما كانت واقفه معايا، انني واخا كان شويه كونتر ان بنت تلعب كرة. كانت كتبغي الكره في الصغر بزاف، وكنت ضد الكره باش ما تلعبش، ولكن من بعد باها قنعني باش نمشي يديها للتيران تلعب، ومن بعد اقتنعت بهذه الفكره ديال الكره. هي من منعوش حنا بنات حنت بنت ما تلعبش الكره، ودابا غادا فا مزيان وهي كتعاطى الكره مزيان، وكنتمنى من الله الناس ما يحرموش بناتهم من شي حاجه اللي تكون هذه ديال الرجال هذه ديال البنات. راه البنت خاصها توصل لشي حاجه كتبغيها خاصها دير. بالنسبه لامل سرنان فهي لاعبه كره القدم تقريبا ما يزيد عن 12 سنه، تدرجت في فريق الدفاع الحسني الجديدي، ومن بعد انتقلت الى اولمبيك اسف، والان لتزاول مهنتها في هذا الفريق، وهم الان يحتلون المركز الثالث في البطوله الوطنيه، واتمنى لها التوفيق. الفكره اللي قالوا والديا، لان العائلات المغربيه خاصهم يشجعوا بناتهم، سورتو ملي كتبان لهم شي موهبه عندهم في العائله، شي وحده كتلعب كره ولا شي وحده عندها مع كره، انهم ما يحبسوهاش، ماشي يقولوا لها فوالا هذا الدومين ديال الرجال وهذا، حيت كاينه شحال من بنت كيف كيقولوا تتحداو الرجال. خير مثال خاوله اللي معروفه. أمل سرنان عرفتها مني كنت باقا صغيرة، من يلا بديت المسيرة ديالي الكروية عرفت أمل سرنان، أول وحدة أول بنت زعما كانت صديقة ديالي وكثر من الأخت ديالي. كنبغي لأختي أمل سرنان كنبغي لها الخير ومسيرة موفقة إن شاء الله في كرة القدم وفي قرايتها وفي أي حاجة مستقبل. قدرت نوفق الحمد لله ما بين الدراسة وما بين الرياضة ديالي، وهادشي بفضل الوالدين الحمد لله اللي كنرجع لهم فضل، واخا كنلقاو صعوبات شوية، يعني كتجي من لونطخينمون شوية عيان، خاصك تنعس هادي، خاصك الماكلة ديالك سبيسيال وهادي، ولكن الحمد لله استطعت أنني نوفق ما بين الدراسة ديالي وما بين الهواية ديالي. بيان سور كاينين تحديات كثيره في هذا الميدان، سورتو الميدان ديال الكره النسويه في المغرب.
كاين مشكل ديال التيران، كاين مشكل ديال ليكيبمون، كاين مشكل ديال الماتيريال اللي ما هادشي اللي ما الجامعه خاصها تعاود تشوف دير اعاده نظر في هادشي، حيت البنات هنايا كاينين شحال من وحده يعني ما يعني كون كانت لونطريمون كون كان داكشي في المستوى يعني غادي يعطيو اكثر، البطوله ديالنا غادي تزيد لقدام. تنبغي نعلم يعني الناس المسؤولين باش يعاودوا يشوفوا يطوروا هاد الكره النسويه ويزيدوا بها لقدام، حيت فريمون كاينين دريات كيتستحقوا انهم يكونوا كيستحقوا انهم يعني يطوروا المهارات ديالهم. ما يخص المسيره ديال امل سرنان بدات معنا تقريبا من الصغر ديالها، تقريبا واحد 12 سنه ولا 13 سنه مع الفئات الصغرى، وكانت كتثابر وكتجتهد وكل شيء حتى وصلت للفريق الاول ديالنا ديال الدفاع الحسني الجديدي، وحاولت انها تحصل على الرسميه ديالها. واللي كيتميز بالنسبه لامل سرنان هي انها من اللاعبات اللي حاولت تجاوز ما بين الدراسه والرياضه، يعني انا عطات في الرياضه وتبارك الله وصلت الدراسه ديالها، وتبارك الله دابا راه كتلعب عاوتاني في فريق بريمير ديفيزيون اللي هو اولمبيك اسفي. اللي كنتمنى هو انه هو جميع الاباء والامهات يكونوا بحال الاب ديال امل سرنان والام ديالها اللي حاولوا ما امكن انهم يوقفوا معها ويوصلوها حتى وصلت لهذه النتيجه هذه. الطموحات ديالي هي نحترف برا، بوركوا با نمشي شي ايكيب تكون بارمي لي ميور زعما مونديال، بارمي لي ميور ايكيب زعما انترناسيونال، وعلاش لا نشرف المدينه ديالي ونشرف المغرب اون جينيرال، وعلاش لا ابخي ما نجلس زعما ما نبقاش نلعب، ما نبقاش عندي القدره انني نلعب، ندير التدريب ونزيد القدام في هذا الميدان. كنشكر موقع اش واقع على هذه الاستضافه الجميله في برنامج جيل ذهبي، وكنتمنى لهم المسيره موفقه ويستطيعوا زعما يكتشفوا موهبات اخرين. وكنشكر العائله ديالي من هذا المنبر وجميع الناس صحاباتي كل شيء. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.